بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا شباب؟ طيب ممتاز، نرحب بكم جميعا في مقرر محاسبة التكاليف. نحن الآن في اللقاء الثامن، وبإذن الله تعالى في هذا اللقاء سوف نتحدث على نظام المقاولات. نحن الآن سوف نتكلم على الموضوع الثالث وهو نظام المقاولات. فخلونا نبدأ اليوم إن شاء الله. سوف نأخذ الجانب اللي هو النظري، والجانب النظري مهم جدا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه يأتي عليه أسئلة في الاختبار، بالتالي هو مهم. النقطة الثانية هو كذلك مهم للجانب العملي، لكي أنت الآن تستوعب التمرين وتستطيع أنك يعني تفهم هذا التمرين، يجب أنك يعني تفهم الجانب النظري. لذلك سوف يعني نخصص له الوقت لأهميته. طيب نبدأ الآن في المقدمة. هنا يقول يعني يذكر لي يعني نظام المقاولات يعني يصنف بشكل عام أنه نوع خاص من الأوامر، فهو يتشابه مع نظام الأوامر بشكل عام، تمام؟ ولكن في نفس الوقت هناك اختلافات ما بين هذان النظامان. فنظام المقاولات يعني يفرق أو يختلف عن نظام الأوامر بأن فترة التنفيذ تأخذ فترة زمنية طويلة. فحنا الآن يعني لو عندنا المقاولات مثل ماذا؟ مثل إنشاء الطرق، إنشاء الجسور، تمام، الأنفاق، هذه تأخذ يعني سنوات. لو حنا الآن نبي ننشئ طريق دولي ما بين مدينتين، تمام، هل سوف يتم إنشاءه في فترة بسيطة؟ لا، ربما يأخذ 3 4 5 سنوات. وبالتالي هو يختلف عن نظام الأوامر، لما تجيني طلبية من العميل ربما في 2 3 شهور أستطيع أن أنجزها وأسلمها للعميل. فبالتالي هنا تختلف نظام الأوامر عن نظام المقاولات في الزمن. نقول أن نظام المقاولات يستغرق تنفيذ هذه المشاريع فترة أطول من اللي هو نظام الأوامر للأوامر العادية. طيب، فبالتالي بما أن الفترة الزمنية طويلة، معناها طبيعة هذا النظام تختلف عن طبيعة نظام الأوامر، فبالتالي يجب أن نتعامل معه بطريقة مختلفة عن ذاك النظام. فخلونا الآن نأتي نقارن ما بين نظام الأوامر ونظام المقاولات. أول نقطة، تتميز نظام المقاولات بضخامة القيمة التعاقدية. زي ما قلنا نظام المقاولات هي تأخذ فترة طويلة ومشاريع كبيرة، فبالتالي قيمتها كذلك تتناسب مع طبيعتها. فبالتالي بما أن القيمة كبيرة، فبالتالي هنا يجب أن نركز على هذا النظام وأن نصمم نظام يحقق لنا الأهداف التي نريدها. ما هي الأهداف؟ نريد أن نتأكد من الكفاءة والرقابة على هذا المشروع. فبالتالي يعني عشان نمنع اللي هو الإسراف، لأن المبالغ كبيرة، فبالتالي يجب أن يكون هناك نظام دقيق يمنع أي إسراف. كذلك لا يمنع اللي هو التأخير، لأن الآن إذا كانت الأمور غير مرتبة معناها سوف نتأخر في التسليم. وحنا نعرف أن هذه يعني العقود يترتب عليها غرامات في التأخير في التسليم، فبالتالي يعني هذا اللي يعتبر الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن المقاولات تعتبر يعني تأخذ فترات طويلة، فبالتالي هي تغطي أكثر من فترة محاسبية واحدة. فبالتالي هنا يكون لدي اللي هو مشكلة اللي هو متى يعني يستحق الإيراد، تمام، وكيف نتعامل مع الإيرادات والأرباح والخسائر للأجزاء التامة من العقد. وطبعا بتلاحظون في بعض المصطلحات يعني تكون أول مرة نسمعها، بعد قليل نشرحها لما ناخذ التمرين توضح بشكل أفضل وأفضل. طيب النقطة الثالثة، أن عقود المقاولات تتطلب يعني إسناد بعض الأعمال إلى منشآت أخرى.
ويسمى المقاول الباطن. أنا الآن لما أخذ مقاولة ربما لإنشاء مثلا طريق، أنا لما أجي هذه الطريق قد تمر علي عقبات معينة، فبالتالي أنا لا أستطيع أن أعالجها، تمام، بسبب أن عندي عمالة قليلة أو ليس لدي هذه الخبرة، فبالتالي يعني أستعين بمقاول أو بشركة أخرى، تمام، تؤدي لي هذه المهمة، ولكن من في الوجه الشركة الرئيسية، أنا شركتي هذه اللي أنا أخذت المشروع، أنا المسؤول عن عمل هذا الشخص، طيب، فبالتالي هذه بيني وبين هذه الشركة اللي يسمى مقاول الباطن، أنا أتفق معه بسعر معين، ولكن أنا مقيم المشروع بشكل عام، فبالتالي أنا سوف أدفع لهذا مقاول الباطن ليؤدي لي هذه الجزئية اللي أنا مفروض كنت أؤديها، طيب، وهذه تعتبر ظاهرة منتشرة في مقاولات في نظام المقاولات. أن المقاول لا يستطيع أن ينشئ أن ينشئ المشروع من ألف إلى ياء، تمام؟ فبالتالي هو دائما يحتاج إلى شركات أخرى تساعده، ولكن هو المسؤول أمام صاحب المشروع. صاحب المشروع اللي أنا وقعت معه العقد، لو المقاول الباطن يعني سوى شيء غير جيد، أنا كشخص أتحمل المسؤولية. طيب، لأني أنا الموقع على تنفيذ هذا العقد كاملا. طيب، النقطة الرابعة، تنفيذ يعني غالبا تنفيذ المقاولة دائما يكون في مواقع بعيدة عن المركز الرئيسي، فبالتالي هذا البعد له يعني آثار محمودة وآثار يعني غير محمودة. خلونا الآن نرى هذه الآثار. طبعا أتمنى أنكم تركزون على هذه الآثار المحمودة وغير محمودة، طيب، لأنها قد تكون محل سؤال. نأتي إلى الآثار المحمودة. تقليص بنود التكاليف الغير مباشرة إلى أقل حد ممكن، طيب، فبالتالي أي تكاليف تتعلق بهذا الموقع سوف نستطيع أن نربطها بهذا الموقع، فبالتالي مشاكل التكاليف الغير مباشرة في نظام المقاولات هي أقل من غيرها في نظام الأوامر. هذه النقطة الأولى. نأتي من اللي هو النقاط اللي تسمى غير المحمودة، أن بما أن اللي هو موقع المقاولات بعيد عن المركز الرئيسي، هذا ربما يعني يعطي مجال للتلاعب أو الإهمال أو سوء استخدام المواد، تمام؟ فبالتالي يعني هنا يتطلب وجود نظام يعني مراقبة دقيق يمنع هذا التلاعب، وطبعا عشان احنا نستطيع ننشئ هذا النظام نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى الأموال، فبالتالي هناك تكلفة إضافية لكي يعني نستطيع أن نطبق هدف هذه الرقابة، ولكن يعني لأن زي ما قلنا الموقع بعيد عن الإدارة، فبالتالي اللي هو قد يعني يسهل عملية التلاعب أو الإهمال في التعامل مع اللي هو مثل المواد إلى آخره. كذلك الآن عندنا نقطة، بما أن نحن الآن أن التكاليف الصناعية غير مباشرة سوف تكون قليلة، بالتالي نحن ليس بحاجة إلى أن يعني نحمل المقاولات بتكاليف الأعباء الإضافية، فبالتالي لن يكون لدي حساب الأعباء الإضافية كما كان عندي في نظام الأوامر. واضح يا شباب؟ متابعين معي؟ طيب، نأتي الآن، خلونا نأخذ المحاسبة عن تكاليف المقاولات نظرة شمولية. طبعا في البداية يعني في بداية التعامل مع العقد المعين يتم الاعتماد على بعض التقديرات لأرقام التكاليف والتي تساعد بدورها في تقدير قيمة العطاء الذي تتقدم به المنشأة لتحصل على حق تنفيذ العقد، ويلاحظ أن تلك التقديرات المتوقعة لتنفيذ العقد تتم بعد قيام المنشأة بدراسة المواصفات الفنية للعقد والتي يطلبها العميل، والتي في ضوئها يتم تقدير تكلفة كل عملية جزئية لازمة لتنفيذ المواصفات التي طلبها العميل، ثم يتم في النهاية تسجيل هذه التقديرات في قائمة تكاليف العقد التقديرية والموضحة بالشكل التالي. طبعا فكرة نظام مقاولات، يقوم صاحب المشروع ب يعني نشر إعلان يقول والله أنا عندي مشروع، وهذا المشروع عبارة عن كذا وكذا وكذا، وهناك المواصفات الفنية التي نطلبها بالطريقة المعينة، فبالتالي دائما صاحب المشروع يصدر حاجة تسمى كراسة اللي هو المقاولة، تمام؟ فبالتالي يقوم المقاولون
في أخذ هذه الكراسة، طيب، لتبين ماهية المقاولة وشروطها والمواصفات الفنية. طيب، أحيانا يقوم المقاول بشرائها عن طريق مبلغ، وأحيانا توزع مجانا. يقوم المقاول بدراستها ويشوف المواصفات الفنية ويشوف المشروع ويشوف هل أنا أستطيع أن أقوم بهذا المشروع ولا لا، وبالتالي كذلك يقوم بماذا؟ بحساب تكلفة اللي هو هذا المشروع، كم سوف يكلفني أنا كمقاول لأن أقوم بهذا المشروع. طيب، وكما ترون في هذا الجدول يتم اللي هو تحديد، والله نتخيل هذا المشروع يحتاج نشاط رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، فبالتالي أنا أحسب الكميات وأحسب التكلفة اللي سوف تكون علي كمقاول، ومن ثم أزيد عليها اللي هو ماذا؟ هامش الربح، اللي بالتالي سوف يكون السعر الذي سوف يدفعه العميل. فبالتالي هنا أن التكلفة علي 80، ولكن سوف أبيعها بكم؟ ب100. فبالتالي بهذه الطريقة أنا أستطيع أن أسعر اللي هذه المقاولة وأقدم عطائي، تمام؟ بالتالي أقدم أنا كشركة أقول أنا سوف أنفذ لكم هذا المشروع بالمبلغ الفلاني، تمام؟ بناء على ماذا؟ أول شيء أنا أدرس مواصفات هذا المشروع وأدرس كم سوف يكلفني، ومن ثم أضع عليه اللي هو هامش الربح، وبالتالي أستطيع أن أحدد السعر. طيب، فهذه العملية تساعدني في ماذا؟ أول نقطة تساعدني في ماذا؟ معرفة السعر. والنقطة الثانية، لو رسى علي المشروع أنا خلاص أنا عندي تخطيط، عندي تقديرات تفصيلية لعناصر التكاليف، فبالتالي سوف تساعدني في عملية التنفيذ. طبعا زي ما أخذنا في نظام الأوامر، سوف يكون هنا لدي دفتر الأستاذ المساعد، بالتالي يساعدني على تجميع عناصر التكلفة لكل بند. طيب، هنا الآن يعني يعطيني تصور عن شكل يعني البيانات التي موجودة هنا أمامنا. عندي عقد، رقم العقد، مواصفات العقد، تاريخ بدء التشغيل، اسم العميل، عندي مواد الخام، طبعا هذه العناصر التكاليف الرئيسية، سوف أتعامل مع مواد خام، أجور مباشرة، استهلاك. طيب، بما احنا قلنا مقاولات معناه نحتاج إلى آلات، هذه الآلات تحتاج إلى استهلاك، وبالتالي يعتبر من البنود المهمة، مصروفات مباشرة أخرى، تكلفة من عقود الباطل. زي ما ذكرت لكم احنا المشروع لا نستطيع أن نقوم به كله لأي سبب كان، فبالتالي نحتاج أن يكون لدي يساعدنا شركات أخرى. هذه الشركات تسمى يعني بوقع معها عقود، فبالتالي هذه تسمى تكلفة عقود من الباطن، كذلك هناك قد تكون تكاليف أخرى إلى آخره. وهذه بإذن الله تعالى شوفوا ترونها سهلة لما ناخذها في اللي هو التطبيق العملي. المواد المباشرة يعني اطلعنا عليها كثيرا، فبالتالي أتوقع واضحة لدى الجميع. طبعا هنا يبين لي أن هذه المواد دائما تتحرك أو يتم صرفها عن طريق له إذن صرف، اللي يبي مثلا يطلع. طبعا هذا شكل يعني شكل نموذج، طيب، ربما يختلف من شركة إلى أخرى، ولكن هذا نموذج يبين لي كيف يتم اللي هو عمل إذن صرف المواد. النقطة الثانية، العمل المباشر، طبعا تعتبر من عناصر التكلفة الرئيسية، مواد مباشرة وأجور مباشرة. فبالتالي هنا يتكلم عن العمل، يقول لك هذا العمل أحيانا يكون لديك يعني عمالة ثابتة، أو يكون هناك عندك عمالة مؤقتة، فبالتالي يجب أنك يعني تأخذ تكلفتهم بالاعتبار مع أي تكاليف إضافية مثل استقطاعات التأمين والمعاش والادخار إلى آخره. طبعا هنا يبين لي شكل من أشكال اللي هو يعني كيف يتم عمل اللي هو بطاقة حساب العمل المباشر، هذه يعني كمثال لديكم. طيب، نأتي إلى العنصر الثالث اللي هو استهلاك الآلات. وقلنا لماذا استهلاك الآلات مهم في نظام المقاولات؟ لأن نظام المقاولات تعتمد على الآلات، والآلات هذه لها يعني يحسب لها حسب اللي هو المعايير المحاسبية، يجب أن نحسب لها إهلاك. طيب، فكيف نحسب الإهلاك؟ هناك عدة طرق، في عندي طريقة إعادة التقدير، فبالتالي هذه فكرتها، أنا اشتريت الآلات بتكلفة معينة،
فبالتالي كيف أنا أحسب استهلاكها وأقدرها مرة ثانية، أقول كم قيمتها؟ فتخيل أنا اشتريت الآن 100 ألف واستخدمتها لمدة سنة، بالتالي أعيد أريد أن أحسب استهلاكها، أعيد تقييمها، والله قيمت طلعت من 100 ألف أصبحت 90 ألف، معناها كم الإهلاك الذي يخص هذه السنة؟ سوف يكون 10 آلاف ريال. طيب، الطريقة الثانية تسمى طريقة ساعات تشغيل الآلات. أحيانا يكون عندي آلة أشغلها في أكثر من مقاولة، تمام؟ فبالتالي أنا الآن كيف أحسب الإهلاك لكل مقاولة؟ أقسمها على اللي هو أحسبها حسب معدل اللي هو تشغيل الآلة، فبالتالي أنا أعرف كم تكلفة الآلة وأقسمها على عدد ساعات الآلة اللي هو المتوقعة كما ترون هنا، فبالتالي أنا سوف أخرج بمعدل تحميل لكل ساعة، بعدين أشوف أنا المقاولة الأولى كم والله يعني اشتغلت هذه الآلة فيها، مثلا 10 ساعات كم معدل التحميل؟ خلينا نفترض أنه 10 ريال لكل ساعة، فبالتالي 10 ضرب 10 يصبح كم؟ 100 ريال، فبالتالي سوف أحمل هذه المقاولة إهلاك آلات بمبلغ كم؟ 100 ريال. الموقع الثاني كم اشتغلت؟ والله اشتغلت 5 ساعات، معناها سوف أحملها 50 ريال، وهكذا مع بقية المقاولات. هذا يسمى ساعات تشغيل الآلة. هذا كذلك نموذج يعني تطلعون عليه. عندنا بعدين هنا نتكلم على تكاليف المقاولات من الباطن. طيب، زي ما ذكرت لكم المشاريع هذه لطبيعتها تحتاج أن تقوم الشركة بالتعاقد مع أنا كشركة كمقاول رئيسي لهذا المشروع، يعني أحتاج أن أستعين بشركات أخرى بسبب قلة العمالة التي لدي، أو ربما تمر علي بعض المشاكل أو بعض الجزئيات لا أستطيع أن أتعامل معها لعدم اختصاصي بها، فبالتالي أنا أروح أجيب شركة ثانية وأوقع معهم عقد، أقول لهم تعالوا أبغاكم يعني تؤدون هذه الشغلة، وبالتالي سوف أنا كمقاول رئيسي سوف أدفع لهم هذا المبلغ. طيب، ولكن مقاول الباطن عندما يهمل أو يعني لا يقوم ب يعني أداء يعني المهام المطلوبة منه بحسب العقد الرئيسي الذي بين المقاول الرئيسي مع صاحب العمل، أنا كمقاول رئيسي سوف أتحمل اللي هو سوف تبقى المسؤولية علي، تمام؟ فبالتالي أنا سوف أتحمل أي تقصير من مقاول الباطن. ليه؟ لأن أنا كمقاول رئيسي أنا موقع العقد مع صاحب العمل وليس مقاول الباطن، مقاول الباطن موقع معي أنا كمقاول رئيسي، تمام؟ فبالتالي من ناحية قانونية أنا سوف أكون مسؤول أمام صاحب العمل عن المقاولة بشكل كامل. طيب، فبالتالي يعني بما أن هذا يعتبر شائع في نظام المقاولات التعامل مع المقاول من الباطن، فبالتالي سوف يكون يعني سوف يكون لدي حساب خاص بمقاول الباطن، وبالتالي سوف يعني أحسب تكلفته وكيف يتم التعامل معها، ولما أدفع له المبلغ المستحق كيف يتم التعامل معه محاسبيا. إن شاء الله بناخذه عمليا وترون كيف يتم التعامل مع هذه الحالة. طيب، ننتقل خامسا اللي هو تكاليف المركز الرئيسي. احنا نعرف ان المركز الرئيسي سوف يكون هناك تكاليف، وانا عندي عدة مقاولات، فبالتالي يجب ان يكون لدي معدل تحميل مناسب استطيع ان اوزع تكلفة المركز الرئيسي على هذه المقاولات. طيب، فبالتالي لو انا عندي المركز الرئيسي تكلفته خلينا نفترض عندي تكاليف بمبلغ مثلا 500 ألف ريال، وانا عندي 4 مقاولات، فبالتالي يجب أن يكون لدي معدل تحميل أستطيع أن أوزع 500 ألف ريال على ال4 مقاولات، كل جزء منها يتحمل يعني جزء من هذه التكلفة للمركز الرئيسي. طبعا هنا كيف يتم تخصيص؟ هناك عدة أسس، تمام؟ كما ترونها أمامكم. طبعا كل شركة لا يعني تختار الطريقة التي تناسبها، تمام؟ فبالتالي لا توجد طريقة يعني واحدة، ولكن هناك عدة طرق، وكل طريقة ربما تناسب شركة وشركة أخرى تناسب طريقة أخرى. طيب، خلونا الآن ناخذ الإجراءات المحاسبية عن تكاليف العقود والمقاولات. أولا، يفتح لكل عقد أو مقاولة حساب خاص، وهذا الحساب يتم تجميع فيه ماذا؟ جميع التكاليف التي تخص العقد. هذا حساب العقد مثل ما أخذنا في نظام الأوامر،
ما هو الحساب الرئيسي؟ مراقبة أوامر تحت التشغيل، صح؟ وبالتالي نحط فيه اللي هو التكاليف المتعلقة به. هنا سوف نجعل حساب اللي هو عقد المقاولة، وسوف نجعل في الجانب الطرف المدين جميع الأجزاء التي تخص العقد، مثل ماذا؟ المواد المباشرة سوف أسجلها في الجانب المدين، الأجور المباشرة سوف أسجلها في هذا في هذا يعني في الجزء المدين. كذلك اللي هو ماذا؟ لو أنا مثلا نقلت مواد من هذا العقد سوف أسجلها في جانب الطرف الدائن، تمام؟ رجعت مواد سوف أسجلها في الطرف الدائن، وغيرها من العناصر التي ترونها الآن أمامكم. بالتالي يجعل حساب العقد مدينا في هذه العناصر التي ترونها أمامكم: المواد المرسلة، طيب المواد المشتراة لحساب العقد، وترون تشوفوا القيود اليومية كيف يتم عملها. دائما سوف لما يكون في حساب العقد فدائما سوف يكون حساب العقد مدينا، فيكون من حساب العقد أو يسمى حساب المقاولة. كذلك هذه بقية العناصر التي نجعل فيها حساب العقد مدينا. مثال لدينا يعني مواد محولة من مقاولة أخرى، فبالتالي سوف نجعل من حساب العقد المحول إليه إلى حساب العقد المحول منه. الأجور نفس الطريقة، من حساب العقد إلى حساب اللي هو مراقبة الأجور. كذلك ما زلنا الآن في الأشياء التي نسجلها في الجانب المدين من العقد. كذلك المقاول من الباطن، احنا ذكرنا المواد المباشرة نسجلها، الأجور المباشرة، كذلك اللي هو المقاول الباطن نجعله في الجانب المدين. طيب كذلك اللي هو ماذا؟ اللي هو التكاليف الأخرى، كذلك اللي هو نصيب العقد من التكاليف المركز الرئيسي، هذه كلها نسجلها في جانب المدين لحساب اللي هو ماذا؟ العقد أو المقاولة. طيب يجي واحد يسأل، طيب في الطرف الدائن وش الأشياء اللي نحطها؟ زي ما ذكرنا يعني الكلام هذا ليس جديد، زي ما قلنا حساب نظام المقاولات يشبه يعني في أجزاء كبيرة تشبه نظام الأوامر، فبالتالي إن شاء الله ما لن تجدون أي صعوبة بها. عندي تكلفة المواد المرتجعة، طيب هذه نفهمها، تمام؟ زي ما قلنا يعني مهمة، يعني قد يعني تكون جزئية يعني يكون عليها سؤال. طيب فبالتالي مثلا يأتيك سؤال يجعل حساب العقد دائما بما يلي، وأعطيك عدة خيارات، تمام؟ فقد يكون مثلا تكلفة المواد المرتجعة، فبالتالي تختار هذا الجواب. فبالتالي يعني ضروري أن نمر على الجانب النظري ونفهمه. الأشياء التي نجعل فيها حساب العقد دائم مثل حساب تكلفة المواد المرتجعة، تكلفة المواد المحولة منه، طيب المواد اللي احنا اخذناها من هذا العقد فبالتالي نجعلها في الطرف الدائم، تكلفة المواد الخام المبيعة، تكلفة المواد الخام المتبقية في نهاية الفترة، تكلفة الجزء التام المعتمد. طيب وش معنى تكلفة الجزء التام المعتمد؟ أي الجزء الذي حاز على قبول صاحب العمل أو أقره مندوبه. وش الفكرة الآن؟ كل ما أنجز جزء من المقاولة يأتي صاحب العمل ويشوف العمل ويوقع لي على مستند أنه فعلا خلاص وافق على هذا العمل، وبالتالي لما يوافق لي فبالتالي أنا أستطيع أن يعني زي ما يقول أطلع لفاتورة، أو يعني أطلع لمستند أنه يعني حل عليه أنه يدفع لي قيمة هذه الأعمال المعتمدة. طيب في واحد عنده أي سؤال؟ واضح الشباب؟ طيب خلونا يعني نكتفي بهذا القدر. طيب فأتمنى يعني الجزئيات اللي تطرقنا لها أتمنى أنكم يعني تقرؤونها بفهم. طيب وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم سوف نكمل له يعني بقية الأشياء.
طيب هنا في أحد يسأل الاختبار يكون تركيز على العملي أو النظري؟ لا، التركيز على الاثنين. شوفوا الآن، أنا الآن اللقاء هذا مركز على الجانب النظري، ويعني وهي عملية كلها تعتمد على بعض. أنت الآن عشان تحل العملي لازم تفهم النظري، تمام؟ والنظري زي ما ذكرت لك سوف يأتيك عليه أسئلة. طيب زي ساعة أعطيكم عليها أمثلة، والآن أنا يعني معطيها وقت طويل، أنا بس استطعت إني على طول أبدأ بالتمرين، تمام؟ خاصة في 10 دقائق ربع ساعة. طيب ولكن يعني حنا ماشيين بطريقة يعني أن نحاول أن نشرح لكم بطريقة أن تكون عملية الفهم يعني عميقة لديكم، وبالتالي لما نأتي إلى التطبيق العملي تصبح الأمور سهلة. واضح؟ طيب في أحد عنده سؤال آخر؟ دائما يا شباب يعني نوصيكم يعني المذاكرة الدورية، تمام، أول بأول. طيب لأنها يعني تكون جزئيات بسيطة، فبالتالي يعني تسهل علينا في عملية المذاكرة، بعكس لو حنا نفوت فبالتالي يعني يصير فقط نذاكر وقت الاختبارات تصبح يعني كمية علينا كبيرة، وبالتالي يعني تصبح يعني صعب علينا المسألة. ولو حنا بدينا فيها بشكل يعني دوري وبجزئيات بسيطة أسهل علينا. أتمنى يا شباب يعني أنكم تحرصون أنك على الأقل تجعل لك وقت، يعني لو في الأسبوع مرة واحدة تجعل لك على الأقل نصف ساعة ساعة يعني تذاكر الجزئيات اللي أخذناها، تطلع على الفيديوهات اللي أعدتها العمادة، تمام؟ بالتالي تحس إن خلاص إنك استوعبت المادة بشكل جيد، وتصبح عليك إن شاء الله سهلة. طيب إن شاء الله يعني أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.